المشاركة الأولى خلال 10 دقائق تسجيل 50 مخالفة لاستخدام الجوال أثناء القيادة في الرياض. طبعاً هذه مشاهدينا الكرام آفة يعني تصيب أو أصابت المجتمع. أتمنى مخالفات أكيد طبعاً صحيح. على فكرة يا عبد الحكيم أنه هذه المخالفة أو هذه الآفة مو فقط في المجتمع السعودي بل في شتى أرجاء العالم.